السلام عليكم. لا ندري بأي وجه يمكن أن نقابل الناس، وبأي صفة يمكن أن نتحدث إلى الناس، بأي مبدأ أو بأي سياسة أو بأي مبدأ أو بأي موقف يمكن للعرب أن يقابلوا الناس، عندما أقول الناس الشعوب والرأي العام العالمي في موقف كالذي حدث اليوم. أي نعم ذكرى النكبة، لكن ذكرى النكبة تلتها نكبة أفظع وأكبر من التذكر ومن العودة إلى التاريخ. اليوم شهداء في فلسطين المحتلة، في قطاع غزة، شهداء في الضفة، شهداء في القدس الشريف، مواقف تبكينا، مواقف تجعلنا نندب حظنا على هذا المآل وعلى هذه المهازل وعلى هذا الهوان العربي. برنامج في دائرة الضوء سيناقش اليوم ملفات عديدة متشعبة، بداية إذن بهذه المجزرة التي حدثت اليوم في غزة بالموازاة مع تدشين نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، ثم إلى رد الخارجية الجزائرية على اتهامات وزير الخارجية المغربي، إلى قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لنختم بملف السلم وثقافة العيش معا في سلام. في إشكالية بسيطة، هل استطعنا نحن على الأقل في الجزائر أن نستغل هذه الفترة، فترة السلم والاستقرار الذي ننعم به، وهل كنا فعلا في مستوى ذلك؟ ولكن قبل ذلك لنتوقف مع الحدث. أكثر من 50 شهيدا وقرابة 2000 جريح في يوم نكبة جديدة على القضية الفلسطينية. النكبة هذه المرة وكما قلت ليست تلك التي عرفناها عبر التاريخ، بل هي تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس في اغتصاب جديد للقدس والقضية. وفي كل تنصل واضح من كل المعاهدات والمواثيق الدولية عودتنا أمريكا على ذلك. الفرق هذه المرة هو التواطؤ، هو الخذلان والمهانة، انقسام عربي غير مسبوق، وضع عربي غير مسبوق. شهداء يوم الغضب سقطوا في مجزرة بالقطاع إثر مواجهات عرفتها أيضا الضفة الغربية والقدس المحتلة. تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، كان الفلسطينيون يرسمون لوحة الصمود والتحدي على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بمشاركة آلاف الفلسطينيين في مسيرة مهيبة يلتحفون بعلم دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السفارة هذه يعني زي ما حكيت لك نقلها هو خطأ كبير ارتكبته أمريكا، وفي يوم من الأيام حتندم عليه، لأنه مش ممكن أي واحد في فرد بالإسلام من المسلمين يرضى على هذا الشيء. فغضب الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا تحول إلى مشهد يرى بالعين المجردة، مؤكدين على وحدتهم أمام أي هجمة إسرائيلية أو أمريكية على مقدساتهم الإسلامية، كما أن رصاص الاحتلال لم ينل من عزيمتهم. توقعاتي لليوم بتمنى أنه أطلع ألاقي كتلة نار في كل إسرائيل تحرق الدنيا، نرجع لأراضينا، نقف للقدس بأي طريقة، ما نستسلمش، واللي بده يكون معنا حيا الله، واللي بدوش يكون معنا برضو حيا الله. إحنا شعب فلسطين لا نستسلم ولا نخاف ولا نخشى الجيش الإسرائيلي.
وهذه الرصاصة التي خرجت من القناصة الإسرائيليين صوب مصور التلفزيون الجزائري رغم بعده عن المسافات المسموح بها، ما يدل على إصابة الاحتلال الإسرائيلي في مقتل بتوثيق العدسات لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. إسرائيل لا تحترم الوثائق الدولية ولا تحترم حقوق الإنسان. طبعا احنا في شعبنا في مظاهرة سلمية وبيطلقوا عليهم النار وإصابات صعبة جدا في أبناء شعبنا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. وسام أبو زيد معنا على المباشر عبر الهاتف من غزة. وسام مساء الخير. الآن وفي هذه اللحظة ما تقديرك للموقف؟ آخر حصيلة للشهداء. نعم زميل كريم، شهداء فلسطينيين وصلت حتى الساعة 52 شهيدا فلسطينيا، إضافة إلى إصابة حوالي 2400 فلسطيني، من بين الإصابات أكثر من 200 طفل فلسطيني و78 امرأة. إجمالي الإصابات، إجمالي الشهداء الفلسطينيين منذ 30 من مارس الماضي وصل أكثر من 100 شهيد فلسطيني حتى هذه اللحظة. طائرات الاحتلال ودبابات الاحتلال تطلق بين الفينة والأخرى بعض القذائف، وهناك استهداف لعدة مواقع هنا في قطاع غزة لوحظت وتم توثيقها من قبل العديد من الصحفيين الفلسطينيين. لوحظ اليوم أيضا أن هناك عنف إسرائيلي واضح باتجاه المدنيين، اتجاه الصحفيين وحتى المسعفين الذين استشهد منهم أحد المسعفين الذين استشهدوا اليوم على الشريط الحدودي. في هذه اللحظات وبعد قليل لربما ستعقد وزارة الصحة الفلسطينية مؤتمرا هاما ستطلق خلاله نداء استغاثة لمساعدات إنسانية وطبية طارئة لدى المستشفيات الفلسطينية وما تعانيه من نقص حاد نتيجة الحصار الإسرائيلي. الفلسطينيون هنا حاولوا اليوم أن يوصلوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية وإلى إسرائيل أنهم غير يرضوا بنقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس، ولن يرضوا بالقدس إلا للمسلمين وكافة المسلمين أينما وجدوا. هنا اليوم نذكر أيضا كريم بأن الصحفي عمر حمدان الذي أصيب معنا وخلال تصويرنا اليوم على الشريط الحدودي ما زال يرقد حتى هذه اللحظة في مستشفى القدس بمدينة غزة، وصفت إصابته طبعا بالمتوسطة نتيجة تعرضه لرصاص في ساقه اليمنى وأجريت له عملية والآن حالته مستقرة والحمد لله. ولكن ما يثير وما يمكن أن يقال في هذه اللحظات هو ما سيكون يوم غد. يوم غد هو يوم حداد، ثلاثة أيام ستنكس فيه الإعلام. هيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار أعلنت قبل ساعة من الآن بأن يوم الخامس من يونيو المقبل ويصادف ذكرى النكسة وذكرى احتلال القدس، ستكون هناك مسيرات كبرى أيضا على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة. نتمنى السلامة لجميع الجرحى ولعمر حمدان مصور التلفزيون الجزائري. ما هو شعور الشعب الفلسطيني؟ لأن الشعب هو الذي يقاوم الآن والشعب هو الذي يتلقى الضربات من الاحتلال. كيف كان الشعور والسفارة الأمريكية تدشن في القدس؟ هو شعور لا يوصف، لربما لوحظ قبل أن يتم افتتاح هذه السفارة عصر اليوم منذ ساعات الصباح الأولى وهم يتوافدون في الخطوط الأمامية ونقطة صفر على الشريط الحدودي، ليس فقط فئات معينة أم تفصيل معين بل كل الفلسطينيين من كافة القصائل الفلسطينية شاركوا اليوم، وهو ما يدل كريم على أنهم يتمسكون هنا بالوحدة الوطنية وأن العلم الفلسطيني هو الراسخ وهو الذي يمكن أن يرفع في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المواقف الصعبة. توحدوا ضد الاحتلال الإسرائيلي كلهم، لا شك أن انتابهم الكثير من اليأس وكثير من الصعوبات التي يمكن مثل ما انتاب الكثير من العرب. فقط الجامعة العربية طبعا ستجتمع بسرعة السلحفات الأربعاء ربما لإصدار بيان شجب أو تنديد. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كان قد تحدث إلى الصحافة عصر اليوم وقال نتمنى للعرب أن يتحركوا أكثر بإمكانهم، قال أن يقدموا أكثر للقضية الفلسطينية. ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني؟ سمعنا تصريحات هنا وهناك. نعم الموقف الرسمي الفلسطيني
ندد بشكل واضح وطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وهو ليس بالجديد أيضا أنه طالب عدة مرات خلال الأسابيع الماضية وخلال مناسبات مختلفة، طالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وأكد أن يوم غد هو يوم تركز فيه الإعلام وحداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين. والموقف الفلسطيني هنا أيضا هناك فصائلية، هناك فصائل فلسطينية تتحكم مثلا في قطاع غزة مثل حركة حماس أو حركات أخرى، قالت بأن ما جرى هو اليوم تعبير واضح على رفض الفلسطيني لكل المؤامرات التي تحاك بالمدينة المقدسة. وهناك دعوات أيضا للاستمرار من فصائل أخرى لاستمرار بهذه المسيرات، ليس فقط في يوم النكسة بل أيضا في خلال الأيام الجمعة وكل يوم. ننتظر منك أن توفينا بحصيلة الشهداء في الندوة التي سيعقدها أو تعقدها وزارة الصحة. كذلك هل القصف مستمر، قصف الطيران الإسرائيلي؟ حتى هذه اللحظة قبل قليل هنا كان قصف في منطقة حدودية وسط قطاع غزة، نقطة رصد تابعة الشرطة الفلسطينية في منطقة البريج وسط قطاع غزة، لم تؤدي إلى وقوع شهداء أو إصابات بين الفلسطينيين، ولكن هناك إصابات وصفت بالخطيرة قبل قليل، لربما تكون هناك إصابات أخرى سيتم نقلها من قطاع غزة إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، لأن هناك بعض العمليات الصعبة التي لا يمكن للمستشفيات الفلسطينية والطواقم الطبية هنا في قطاع غزة إجراء لهم العمليات التي وصفت بالدقيقة. شكرا جزيلا وسام أبو زيد، مراسل تلفزيون الجزائر من غزة فلسطين. مرحبا بضيوفي، بداية بالسيد العقيد العبد الحميد العربي الشريف، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، الدكتور سيمان عراج المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا أيضا بالدكتور نصر الدين بوسماحة، أستاذ القانون الدولي بجامعة وهران. سيدي العقيد، أي شعور وأنت العقيد السابق في الجيش وأنت الحامل لعقيدة الدفاع عن هذه الأمة، كان أو أحسست به اليوم والسفارة تدشن في القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. وها إن اليوم هو حلقة جديدة من حلقات الانهزامات اللي عرفتها الأمة العربية والأمة الإسلامية بصفة عامة. هي كانت ضربة قاسمة للأمة العربية، هي كانت خذلان كبير للقضية الفلسطينية، لمصرى النبي صلى الله عليه وسلم، للقدس الشريف. يعني أنا أقول لك، أنا شخصيا كنت متوقع هذه الخطوات. لماذا؟ لأن لو نتبع الأحداث، يعني راها مدة أكثر من منذ عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان في 2006 ظهر العرب بموقف لم نكن نعهد من قبل، حيث يعني قام اللوم على حزب الله. أنا أيام ذلك وكنا ننتظر وقوف العرب لجانب حزب الله ضد هذا الكيان المغتصب لأراضينا وحريتنا ومقدساتنا، ولكن مع الأسف منذ ذلك من 2006 ظهر العرب على حقيقتهم، ظهر من كانوا يتعاملون مع إسرائيل في الخفاء وبدأوا يدخلون في العلن. سيدي العقيد، اليوم في العلن، بدأوا حتى المسؤولين العرب، لا ولا بدون حرج، يعني بدون حرج. يعني تغريدة على تويتر، الإسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها أنها دولة، يعني يعد الدعم سريا، يعني خرجنا من الدعم السري، خرجنا من العمل. والغريب في ذلك أن وزير إسرائيلي يتكلم بوقاحة ويقول على حكام الخليج أن يخرجوا من جحورهم ويعلنوا عن العلاقات تاعهم مع إسرائيل. يعني هذه ما كانش إهانة أكثر من هذا الشيء، ما كانش يعني وقاحة، وصلنا لهذا الشيء. لذلك اليوم ما نعانيه من ربيع عبري هو كان تحضير لتدمير دول، أنا دائما أقولها، مصر، سوريا، الجزائر، اليمن وليبيا، من أجل باش الدول الأخرى التي كانت تطبع في الخفاء أن تخرج هذه الخفاء في شمل جحورها وتعلن الولاء لإسرائيل وأمريكا وتنبطح. وهو اليوم ما نعيشه مع الأسف، هذا شعور يعني محبط لنا، ولكن دائما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دائما من الانكسار نبني إن شاء الله المستقبل. وأقول لك دائما هذه انطلاقة إن شاء الله، هذه الملحمة ستكون انطلاقة لتحرير القدس إن شاء الله، ولو بعد حين إن شاء الله. دكتور سيمان عراج، تحدثت تقارير إعلامية اليوم عن قرار ترامب، وقيل الكثير بشأن القرار، ليست إيديولوجية ولا حبا في إسرائيل، الرجل يعلم أن اللوبي الصهيوني يدعمه في أمريكا، يعلم أنه قد وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة، ويعلم أنه يحتاج إلى هذا اللوبي في الانتخابات القادمة. هل كان هذا إرضاء ليهود أمريكا؟
شكرا أستاذ كريم. في الحقيقة يعني وأنا أتابع الحديث الذي دار والروبورتاج، هو في الحقيقة لما تحدثوا على معضلة أو خيبة العرب بالنسبة لفلسطين، أعتقد أنه لم يعد من المجدي أن ندبو أو الشجب أو أي شيء من هذه الأحاسيس، وأن نقابل قرارات أصبحت ميدانية، أصبحت تجسد تنفذ في أوقاتها، ونقابلها بشعور أو بإحساس، أو هذا أصبح غير مجدي تماما، وأصبح أيضا من العيب أن نقابل هكذا محطات مخزية في تاريخ العرب بمسائل مثل هذه. ما عسى الشعوب أن تقوم الشعوب غير هذا؟ الشعوب نقولها وتعرفني يعني واقعي، الشعوب رهينت واقع اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى، ثم إضافة إلى الاختراق الثقافي، إضافة إلى فيه يعني كثير من للأسف الشديد أصبحنا نستجدي المواقف، على الأقل موقف أصبحنا نتمنى أن يكون هناك موقف صحيح يعني، ونبحث وكأنه كما نقوله بالشمعة، نبحث عن موقف يعني ربما نعلق أو نصطف حوله أو نصطف وراءه لحفظ ماء الوجه، لكن لابد أنه نتحدث أيضا على الطرف الآخر اللي هي سواء ترامب واللوبي اليهودي وإسرائيل في حد ذاتها. اليوم العمل قائم على أساس أنه الانتقال فيما سماه جوزيف ناي من القوة الناعمة إلى القوة الحادة، هذه القوة الحادة التي تقوم على مسألة الضغط ويعني والقمع والقهر وما إلى ذلك من مسائل شفناها في سلوكية ترامب وفي قراراته وفي يعني وفي تعاملاته. التاريخ دكتور سليمان لم يكن عبثيا، لم يكن عبثيا، لا كل شيء محسوب بدقة وبيعني وبزوايا حتى سهر ترامب المحسوب على اللوبي الصهيوني، هو من كان مع إيفانكا اليوم صحيح في القدس. صحيح سواء يعني ما يحدث في أمريكا أو ما يحدث فقط في دول يعني ليست ببعيدة يرسلنا عنها المتوسط حتى يعني، أو ما يحدث في فرنسا وما إلى ذلك. اليوم للأسف النخب السياسية التي تتجدد في الدول الغربية تسعى إلى فرض منطقها حتى ولو كان خاطئا، بينما تجدد النخب السياسية في الوطن العربي أصبح هذا التجدد يقود نحو الانحدار، وهي أحد الإشكالات. فاليوم أمريكا تعمل على تجديد شرعية العلاقات مع حلفائها، تجديد ميزان القوى، تجديد أيضا يعني كل ما له، وإعادة ترتيب المشهد، وإعادة ترتيب المشهد حتى يتسنى لها المضي في مخطها والبقاء يعني مهيمنة على الواقع الدولي. دكتور نصر الدين بوسماحة، حتى نطوي هذا الملف ولو أنه لن يطوى أكيد، قيل في تقارير إعلامية أيضا ذكر العقيد حتى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أن ترامب لم يكن ليقوم بهذه المبادرة أو يجسد وعوده لولا ضوء أخضر عربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا لابد من الترحم على شهداء قضية الأمة اليوم، وتمنيتنا بالشفاء العاجل لكل الجرحى، ومن بينهم مصور تلفزيون عمر حداد. هذا السؤال كان السيد العقيد تفضل عندما ذكر سنة 2006 أنه كان هناك مؤشرات تدل على تواطؤ من خلال بعض المواقف، وخلال تلك الفترة كان بعض المسؤولين السابقين المحسوبين على التيار الصهيوني يدلون ببعض التصريحات يقولون أن ما نقوم به هو بموافقة مسبقة لبعض الدول العربية، وكنا نعتقد في ذلك الحين أن هذا من كيد بني صهيون لمحاولة إحداث الواقعة ما بين الدول العربية بإثارة البلبلة. لكن اليوم وكأننا نحلم أمام واقع خرجوا فعلا من جحورهم، وليس مطلوب منهم خروج، خرجوا الآن للعلن، سواء من بعض السياسيين أو من بعض النخب المثقفة التي أصبحت تريد أن تقنعنا حتى من الناحية التاريخية والعلمية والدينية والثقافية بأن حقوق بني إسرائيل هي سابقة للعرب وللمسلمين على الأماكن المقدسة. حتى قنواتهم الإخبارية التابعة لهذه الدول اليوم تعتيم كبير على ما حدث في القدس وفي غزة.
غزة. 52 شهيد وأكثر من 2000 جريح لا يستحقون حتى دقيقة من تقرير إخباري بسيط في وقت خصصه مباشر لصواريخ قيل أنها من سوريا على الجولان المحتل. هذه واحدة من في أراضي سوريا، المفروض أنها سوريا. دفاع عن الأراضي سوريا، هذا أمر. إذن المشكلة هنا هي أنه لم يعد هناك حديث عن مجرد تواطؤ أو مساعدة، هذا الأمر خرج إلى العلن. لهذا أريد أن أربط بما قلته عندما تحدثت بنوع من الدبلوماسية وقلت أن جامعة الدول العربية ستحاول أن تشجب وأن تندد. أقول لك من الآن لن يحدث هناك أي شجب أو تنديد، لأن هذه الجامعة العربية تعمل بالإجماع، وجزء من كثير من هذه الدول الآن هو مؤيد لما يحدث، هو أعطى الضوء الأخضر وتواطأ في هذا العمل، وبالتالي يمكن أن نؤكد نظرتنا التشاؤمية من هذا الباب لأي عمل يمكن أن يدافع عن فلسطيني وقضية فلسطينية، مع العودة إلى مسألة نوع من التفاؤل عندما قال سيد العقيد حتى لا، ولا نفهم من ذلك أننا نقلل أو نهون من فضاعة ما حدث اليوم، لكن هو يبقى عبارة عن معركة أو مشهد في صراع طويل الأمد. صحيح. لن ينتهي ما دام هناك شعب حي يدافع عن هذه القضية الفلسطينية. وهو الذي يقاوم لوحده ويقاوم ويقابل إسرائيل لوحده. يحدث هذا في وقت تجد دول عربية الوقت الكافي عبر تويتر وعبر دبلوماسيها للطعن في دول عربية أخرى. يحدث هذا فيما تتقاتل دول عربية على تويتر وعلى الفيسبوك في الشتائم، ولكن للأسف الشديد حتى من طرف وزراء. الجزائر ردت على الاتهام الخطيرة التي كالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للجزائر في حوار مع أسبوعية جون أفريكا الباريسية، واعتبرت الجزائر هذه التصريحات بالملاحظات غير المسؤولة والاستمرار في طريق التلفيق، وهي تدل على سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها المغرب بعد النكسات التي عانى منها مؤخرا في إفريقيا وأوروبا ونيويورك. وأضاف بيان الخارجية أن المغرب مرة أخرى يحاول إقحام الجزائر في صراع فصل فيه مجلس الأمن عندما دعا إلى تقرير المصير عبر حوار مباشر بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو. هذا وخلص البيان إلى أن الجزائر تظل هادئة قوية مطمئنة من وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها واستقرارها واستقامتها وثباتها على المبادئ والقيم التي تحكم سياستها الخارجية، وسوف تستمر في دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار. السيد العقيد، ما الذي يريده المغرب من خلال هذه الاستفزازات المستمرة عبر تصريحات لمسؤوليها؟ أكيد سيدي، أنا كنت خرج لحوار في جريدة اليومية الجمهورية يوم السبت، وكنت أنا من سبق وقلت أن المغرب تلقى الضوء الأخضر من دول خليجية ومن الجامعة العربية على أن يتهجم على الجزائر ولبنان لاحقا. ولم يفت يعني ذلك، كان تيلا يوم السبت الحوار نتاعي، يوم الاحد تهجم ناصر برويطة على الجمهورية الجزائرية يعني وكل رموزها. يعني هذا يدل على شيء واحد، هو انهزامهم دبلوماسيا في المحافل الدولية. اولا كل يعني الصفقات التجارية أسقطت المحكمة الأوروبية بين لتخص الأراضي الصحراوية من جهة، من جهة أخرى لم يستطع القيام باختراق رغم ما قدمه له الموساد في إفريقيا من أجل عزل الصحراء الغربية ولم يفلح في ذلك. حاول جاهدا على ضغط وضغط في كواليس الأمم المتحدة حتى دفع أموال. أقول لك سيدي، قبل ذلك هو ليكون في علم المتابعين أن هناك قصور في المغرب مجهزة لشخصيات أمريكية وأوروبية تستغلهم المخزن ويمارسوا فيهم كل الطقوس الملعونة من أجل كسب ودهم ويعطوا لهم أموال كثيرة. كل هذا ما يعني أنفقوه من أجل حصول على دعم سقط أمام البيان على مجلس الأمن الذي أعطى مدة حتى الأكتوبر، مهلة المينورس حتى الأكتوبر، وأكد في أول مرة أنه لازم تكون هناك
محادثات أو مفاوضات بنية حسب ومباشرة من أجل لكن سيد العقيد هذه المرة التصريحات لم تكن فقط حول ملف الصحراء الغربية. لا ناجي. هذا الانهزام هذه الهزيمة اللي حسها يعني على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الأفريقي وعلى المستوى الأمريكي والأمم المتحدة خاصة لنسى أنا نسيت لما حاول تنتقل لمحمد السادس بعد فوز ترامب في الانتخابات وتودد أن يستقبله ورفض أن يستقبله لأنه كان في فريق هيلاري كلينتون ودعمها هيلاري كلينتون ضده. كل هذه الانهزامات في أمريكا في أوروبا في إفريقيا في الأمم المتحدة هذا كله دفع بالمغرب أن يوجه الأنظار الداخلية والخارجية على أن ليس المشكل بينهم لأن الصحراء الغربية بالنسبة لي هي حكم ذاتي وقطعة منه هو أن المشكل أن الجزائر. هذا التهجم على الجزائر هو فقدان للصواب فقدان للبوصلة فقدان لكل ما كان يعد به المخزن الشعب المغربي أنه يستطيع أنه يحل المشكل هذا. طيب. هذا هي الهزيمة اللي خلتهم خرجوا عن الأعراف وتهجموا على الجزائر ولا ننسى أنهم تلقوا ضوء أخضر خليجين طبعاً العربية. طبعاً دكتور سليمان عراج في ذات النقطة في ذات المسألة هو في الحقيقة أريد الإشارة فقط إلى في البداية إلى مسألة أنه لما يعني الصغير يبقى صغير ولا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه حتى لا يعتقد أو يصدق نفسه. هذا كقوس حبيت نفتحه. لما نتحدثوا على التحامل المغربي في الحقيقة كنت سأرد على كنت على هذه المسألة لكن رأيت أنه هم أصغر من أنه أن يعني نعطيهم أكبر من حجمهم. ربما سنتحدث عن من يدعمهم أيضا. سأتي إلى هذه المسألة باختصار. المغرب لماذا المغرب محرج والمغرب يتخبط والمغرب يتحامل ويتكالب يعني في تصريحات نشوفها غير مسؤولة وغير ولا تمت لا للدبلوماسية ولا للسياسة ولا للأعراف ولا أي شيء. المغرب يقلقه الحصار المفروض عليه. ربما المملكة ضحية ضغوطات ضحية ضغوطات كبيرة تمارس على المخزن لاتخاذ هذه المواقع لاستفزاز هذه المسألة. هم يقصدون الجزائر يضربون المغرب أو يضرب الجزائر بالمغرب. هذه الضغوطات لا أعتقد أنها تصريحات منطقية دكتور سليمان عراج. يعني ليست تصريحات كثيرا لا أرجح كثيرا فرضية أن المغرب يعني مجبر على أن يصرح على هذه المسألة بقدر ما هو يصرح لأنه وصل إلى مرحلة اليأس. المغرب اليوم يعيش حالة من الذعر ويعيش حالة من اليأس في نفس الوقت من جراء تعاظم قدرات وقوة الجزائر العسكرية ونجاح الجزائر في تأمين حدودها الغربية الشرقية الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من أي محاولة اختراق. هذه أهم حاجة أصبحت تقلق المغرب في ظل أيضا تحقيق القضية قضية الصحراء الغربية لنقاط إيجابية بحيث أنه تواجد قوى أممية في منطقة الكركرات وعدم انسحاب جبهة البوليزاريو هو أيضا يفرض نوع من الضغط على المغرب ويسقط نظرية تحدد المغربية مع موريتانيا. ألا يكون الضغط على المغرب هدفه هو خلق بؤرة توتر في المنطقة إشعال فتنة بين المغرب والجزائر بتبدأ بتصريحات وتنتهي ربما بمشاكل أكبر. تقريبا في مايو 88 أعتقد كانت رجعت العلاقات الجزائرية المغرب بعد قطيعة دامت تقريبا 12 سنة أو أكثر. يعني تحركات المغرب أو سلوكها المعادي للجزائر أو يعني ليست واردة اللحظة ولا وهي غير يعني وحتى وإن كانت فيه ضغوطات هي جزئية وتمثل نقدر نقول 5% أو 10% من هذا السلوك اللي يعني لا يمت لأي صلة يعني طيب. لا يموتوا بالصلة لا طيب. دكتور نصر الدين مسمحة سأظل مصرا على هذه النقطة. البعض أيضا قد يقول صراع مغربي جزائري قد يعطي المبرر لأفريكوم للتواجد في المستقبل. ثانيا هذا البعبع الإيراني الذي خلقت منه أمريكا إشكالية كبرى قامت عليه كل القرارات الأخيرة وسنعود للموضوع قد يجعل دول الخليج أيضا تضغط على المغرب في ذات السياق. شكرا على هذه الملاحظة. أنا شخصيا لا أستبعد أن هناك من يطمح لتوتر العلاقة ما بين الجزائر والمغرب. هناك من يريد هذا الأمر لتحقيق مكاسب خاصة به دون أن نذكر طرف أو طرف معين. لكن عندما تتحدث ربما عن توتر ما بين بلدين لهما من الأهمية في هذه المنطقة
قد يجد البعض طريقة إما لتفريق الهوى ما بين شعبين يقتسمان كل شيء، ضرب مشروع المغرب العربي الذي لم ينجح وكان دائما الكثير يعمل على إفشاله، ربما كل هذه الأمور تخدم هذه الأطراف. لكن أريد أن أرى بعض الصور في هذا المشهد أثناء هذه التصريحات. أولا، هي حكمة رد الدبلوماسية الجزائرية التي تريد دائما أن تبقى على مسافة بعيدة، أنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ولا تريد أن تتورط في أي صراع مع بلد آخر، مع حفاظها على ما سعت إلى تكريسه وسنتحدث عليه في آخر فقرة، هو فكرة العيش في سلام بالنسبة لكافة دول العالم، وهي تسعى لأن تفرض هذا المنطق على الدول المجاورة لها ودول أخرى. هناك أمر آخر حتى في إطار هذه التصريحات، أعتقد أنه كان هناك من المسؤولين الجزائريين في نفس هذه الفترة في أعمال وزيارات رسمية في المغرب، وكان هناك بعض أيضا من المغاربة موجودين في الجزائر، وبالتالي هناك جوانب إيجابية حتى في إطار هذه التصريحات التي هي مدانة على كل المستويات ولا بين الشعبين إلا الخير والسلام إن شاء الله. الإشكالية متعلقة بنظام المخزن هي اللي أنا أردت أن ألقي نوع من لا واضح الفكرة والرسالة وصلت، لأؤكد أن هناك وعي على الأقل من جانب الدبلوماسية الجزائرية بأن هناك من يتربص بهذه المنطقة، من يتربص بالشعبين ولن يفرق لا بين شعب جزائري ولا شعب مغربي. كيف السبيل إلى تهدئة الأوضاع؟ هل يكفي أن نعي وأن نكون أكثر عقلانية وأن نكون أكثر هدوءا وسط تصاعد هذه الاستفزازات؟ أولا، دائما الحفاظ على هذه الحكمة والتعقل في الرد، لكن دون أن نكون نوعا ما سلبيين ولا نبدي فهمنا وأن لدينا من الإمكانيات ما يسمح لنا بأن ندافع عن مصالحنا سواء بشكل دبلوماسي أو اقتصادي، أن هذه الدولة تعي ما هو حجم هذه المخاطر وأنها تتصرف بحكمة من أجل المنطقة ككل، من أجل الشعبين، ولكن تبقى الجزائر كقوة لها أوراقها في المنطقة، لها ما يؤهلها للدفاع عن نفسها بكل الطرق المتاحة، وبالتالي تبقى الجزائر في هذا الموقف الذي ينبغي تثمينه والثناء عليه، لأنه في آخر المطاف يحافظ على ثبات مواقف السياسة الخارجية الجزائرية التي كانت، ويجب أن نذكر، كانت دائما محل تهجم وبتهم كيدية. ينبغي أن نتذكر عندما تم الهجوم على ليبيا اتهمت الجزائر بتهم باطلة، ومن كان مصدرها عندما قال بأنها تنقل المرتزقة وهي البلد الذي حارب المرتزقة في القارة الإفريقية على مدار سنوات؟ تصوروا أن الجزائر اتهمت بنقل المرتزقة، تعودنا على هذه الاتهامات، واتهمت بأمور شنيعة في سوريا، اتهمت بأمور شنيعة في لبنان، وأثبت التاريخ لاحقا وأثبت الكل بأنها كانت بريئة من ذلك. على كل بيان الخارجية كان واضحا ودقيقا، حتى أن البيان في ختامه فيه جملة مهمة جدا وأعتقد لديها دلالات كبيرة: الجزائر مطمئنة على وحدة شعبها، على استقرارها، على مؤسساتها وعلى مواقفها. هذا الأسبوع أيضا مثل ما كان منتظرا، ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات على طهران، في خطوة يخشى أن تترك تداعيات واسعة على إيران والمنطقة وحتى العلاقات الأمريكية الأوروبية. هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن أسفه لقرار ترامب واعتبره خطأ فادحا من شأنه أن ينال من مصداقية الولايات المتحدة في العالم. وأضاف باراك أوباما أن أمريكا قد تجد نفسها في نهاية المطاف بين إيران التي تمتلك السلاح النووي أو حرب أخرى في الشرق الأوسط. كما سارع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرد على قرار ترامب محذرا أن بلاده قد تضع حدا للقيود المفروضة على أنشطة تخصيب اليورانيوم. من جهة أوروبا، رفضت نهج ترامب وشددت في بيان مشترك للدول الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي مصمم على التحرك بما ينسجم مع مصالحه الأمنية وحماية استثماراته الاقتصادية. سيد العقيد، خطوة ترامب بأي شكل حسبت؟ نعلم أن السيد ترامب تاجر ولا يخطو خطوة إلا وفيها مصالح، أي مصلحة لأمريكا في الانسحاب من الاتفاق؟ هو أولا كان ضغط إسرائيل بدرجة أولى على ترامب، لأن ترامب بعد الفشل تاعه الداخلي وبعد التحقيقات في تحليف الـ FBI، بعد كل ما الضغوط اللي مارسها، أراد أن يخرج من الضغوط الداخلية إلى الخارج، ولم يجد سوى ورقة النووي الإيراني.
إسرائيل تخشى اليوم أن تواجد إيران في سوريا، لأن لا يجب أن نغفل على شيء، أن بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران خصصت آخر جمعة من كل رمضان للقدس. انتزعت السفارة من إسرائيل وسلمت إلى فلسطين في 1981. كل هذا وعقيدة عند الإيرانيين هو تسليح حزب الله، المقاومة الفلسطينية، الجهاد الإسلامي، كل الفصائل حتى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. هذا هي علمت دور كبير بنقل الأسلحة، وحتى ما تعانيه اليمن اليوم. لماذا اليمن اليوم يدفع ثمن كبير؟ لأن كانت الأسلحة تأتي من إيران وتنقل عن طريق اليمن إلى البحر البحر الأحمر، ثم تنقل إلى المقاومة في فلسطين وفي لبنان. طيب اليوم ما هي تبعات هي تبعات هي يريد أولا الضغط على إيران ومحاصرة إيران ل تنازل عن المشروع عن مشاريع نتاعها في الاسلحه في الباليستيه، وهذا ما يقلق اسرائيل، لان اليوم تجاوز اسلحه صواريخ نتاعها 1100 كيلومتر، وهذا ما اصبح يشكل خطر كبير على اسرائيل. لذلك هناك اموال خليجيه تدفع عليه من اجل يعني المصلحه هي تلك الاموال التي ياخذها من دول الخليج. اموال خليجيه، ودول الخليج مشكلتها مع ايران، اذا ياخذ اموال من دول الخليج، يوهم دول الخليج بانه يحارب ايران. هذه هي. طيب دكتور سيمان عراج، هل لديك فكره اخرى ثانيه؟ لماذا ايران؟ قرات اليوم مقالا جميل جدا يتحدث عن رؤساء امريكا، كيف كان بوش الابن وضع العراق نصب عينيه، كيف كل رئيس كان يضع بلد معين. ترامب إيران، لماذا؟ في الحقيقة ترامب لماذا إيران؟ لأنه عقب نهاية فترة أوباما الرئيس، قبل أن يأتي ترامب، أوباما توجه نحو إعادة ترتيب بعض الأوراق في منطقة المشرق العربي، وتحدث وشفنا أنه سياسة تجاه السعودية كيف كانت، وقال للسعودية عليك أن ترضي بالفاعل الجديد في المنطقة وهو إيران، ومضى في إطار تسوية الاتفاق النووي الإيراني، وهذا جزء من يعني إدارة المنطقة، إدارة منطقة الشرق الأوسط وفق نظرية تناقضات، فيه مثلث تناقضات مبني تركيا، إيران والسعودية. هذا الثلاث فواعل كل يريد أن يلعب دورا إقليميا فاعلا في المنطقة. الآن الطموح السعودي يسعى إلى أن يمثل العالم الإسلامي وليس العالم العربي فقط. تركيا تعيد أن لها حلم الدولة الفارسية، إيران حلم الدولة العثمانية، الدولة العثمانية، وإيران حلم الدولة الفارسية. وهذه القوى تدرك أنه كل هذه الصراعات هي صراعات صفرية، لن يتمكن أي طرف من القضاء على الآخر، لأنه لا أحد يمتلك القوة المطلقة. فلما نرجع إلى ترامب، ترامب يريد أن يؤسس، وأعلن في حملته الانتخابية، ترامب يمضي في برنامج ويطبق في برنامج الذي أعلن عنه في حملته الانتخابية في سياسته الخارجية. ترامب لا يريد أن يبقى على عهد أوباما، ولا يريد أن يجسد سياسته التي كانت في آخر عهده، ولذلك هو ركز على مسألة إيران، وتحدث إلى الدول الأوروبية. السيد العقيد قال هو إرضاء لدول الخليج، لكنه أخذ أموال من دول الخليج. عبر التاريخ دكتور سيمان عراج، لطالما ضربت أمريكا إيران بالعرب وضربت العرب بإيران، هذه الطريقة اليوم إلى أين؟ يعني الآن بعد الانسحاب، ما هي تبعات هذا الانسحاب؟ هذا ما نريد أن نعرف. في هذا النقطة أنا تحدثت في البداية وقلت أن أمريكا تسعى إلى تجديد شرعية علاقتها، وتجديد أيضا العدو، من سيكون عدو العالم المستقبلي. وفي هذا السياق فيه مساعي نحو إقامة يعني حلف دولي ضد إيران، وحلف عربي ضد إيران، وما إلى ذلك. هذه أجندة أيضا تسطر. لما قلت لي لماذا إيران وما تبعات ذلك، التبعات هي متعلقة بأن التفاوض كان أيضا الضغط على أوروبا، لأنه ترامب يهدف، لما تحدثوا على الشركات الفرنسية المستثمرة في إيران، تحدث الوزير الصناعة الفرنسي وقال أنه بعد رفع العقوبات ارتفع يعني العائد إلى 3 أضعاف. ألمانيا تقول أنه اعتقد أنه على أوروبا يعني أنها تبحث عن يعني من يحميها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. هل تريد أن تقول أن أمريكا اليوم بعد الإرهاب وبعد الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم تبحث عن عدو جديد؟ صحيح، هي تبحث عن عدو جديد، نفس الشيء، تبيع يعني فيها سلاح، تخلق بؤر توتر.
هذه هي هذه القاعدة. طيب. انتقلنا من صراع رأي ليبرالي مع الشيوعيين ثم ذهبنا إلى الغرب والعالم الإسلامي، الآن بحث على عدو آخر جديد، وفي نفس الوقت أمريكا تحاول شرعنة علاقتها مع أوروبا. والخاسر الأكبر؟ أوروبا والخاسر الأكبر؟ والخاسر الأكبر هي كل يعني كل العرب. هم العرب. العرب هي الحلقة الأضعف. هم طيب. الحلقة الأضعف في كل شيء. المفارقة دكتور نصر الدين بسماحة أن ترامب سعى إلى الصلح بين الكوريتين، يعني ويدمر الترسانة النووية، في ذات الوقت ينسحب من اتفاق إيران النووي، يجد أوروبا لن تسير معه هذه المرة. قال الاتحاد الأوروبي نحن نعمل على صيانة أمننا واستراتيجيتنا الاقتصادية. وكأنك طلعت على ما أفكر فيه، هذه من المفارقات الغريبة والعجيبة جدا، لأنه لو نظرنا إلى تاريخ الولايات المتحدة والرؤساء كما قلت لم نجد أي رئيس أبدى لينا في التعامل مع كوريا الشمالية، الكل كان يقاطعها ويرفض التعامل معها، في حين كانوا لهم بعض الاتصالات والتواصل مع الدولة الإيرانية، حل الكثير سواء بحوار كثير من الأزمات بحوار مباشر أو عن طريق الوساطة. أول مرة في التاريخ لقاء تاريخي مع زعيم كوريا الشمالية في حين قطع كل الاتصالات مع إيران. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ أولا ربما قد نعود إلى دور الكيان الصهيوني الذي تفضل به سيادة العقيد. نعم. في بداية الأمر الذي كان منذ البداية معارضا واضحا لأي تسوية للملف النووي الإيراني بأي شكل كانت، كان يرفض كل صياغة توقيع من البداية في وقت رحبت كل أغلبية دول العالم بذلك الاتفاق النووي، وألقوا بكامل ثقلهم في دعم حملته الانتخابية على حساب هيلاري كلينتون، ينبغي ألا ننسى ذلك، والآن هو بصدد رد الجميل عندما خرج من هذا الاتفاق الذي وعد به، هو ينفذ رغبة الكيان الصهيوني الذي أوصله والذي الآن يدافع عليه لإخراجه من حصيلة الفضائح التي تورط فيها، خاصة فيما يتعلق بدعم حملته الانتخابية. طيب من قبل باختصار تبعات ذلك هو قصف للجولان المحتل، تصريحات نصر الله اليوم قال يجب أن تعلم إسرائيل أننا قادرون على الرد في أي لحظة ولن نسكت، هل سيتغير المعطى العسكري في المنطقة؟ أولا قبل أن نتحدث عن تغيير هذا المعطى العسكري، هذا السؤال مع قبل أن نتحدث عن تغيير هذا المعطى العسكري، أستاذ سليمان عراج عندما ذكر فكرة الفوائد الثلاث أو هذه الدول القوية والفاعلة في المنطقة، وأنت تذكرت أنه يضرب بعض الأحيان دول العربية بإيران ثم يضرب إيران بالدول العربية، هذا يؤكد لنا حقيقة بأن الولايات المتحدة لا تحب أي دولة من هذه الدول الثلاث، وربما قد تؤجل تصفية حساباتها مع تلك الدولة إلى حين الانتهاء من هذه الدولة. الآن اليوم الدور على إيران وربما قد يأتي على أي دولة مستقبلا، بالتالي هي تجد ربما أموال لدى جهة معينة تريد أخذها، وهو كان صريح في تصريحاته عندما قال وجودكم مرتبط بقيمة المبالغ التي ستدفعونها، يجب أن تدفعوا لقاء هذه الحماية، وهذه قالها علنا في حملته الانتخابية، وقالها هو رئيس، وقالها هو يقف أمام مسؤولين العرب، واضح يجب أن تدفعوا لي جراء تأمين لكم الحماية من أي خطر خارجي، وجعل رأسي على رأس هذا الخطر بالنسبة له إيران، وبالتالي هو يفرض هذا المنطق لحد. طيب السيد العقيد باختصار شديد، التوازنات العسكرية، يعني العرب كلما عولوا على أمر خرج ضدهم أمر آخر، بمعنى صدام حسين والتاريخ والحرب العراقية الإيرانية تتحدث عن ما يحدث اليوم، يعني حاربوا عملت كل دول الخليج على دعم صدام حسين، نعم، ثم الذي حدث أن العراق أصبح أكثر يعني في يد إيران، نفس الشيء بالنسبة للبنان، نفس الشيء السنة تراجعت مقارنة بالشيعة، أي حسابات الآن لمنطق القوة؟ أولا العرب عملوا دائما على إضعاف الدول بعينها، ودائما ذكرها هي سوريا العراق والجزائر، لعب الدول الخليج على إضعاف، ولكن كل هذه الدول لما تقع في أزمة
تمد يدها لإيران تجد إيران هي ما تقدم لها المساعدة. هذا لازم لا ننساوه، لأن الحشد الشعبي في العراق لعب دور كبير في القضاء على داعش، يعني تجاوز حتى في بعض المرات حتى القوات العراقية حتى باقة التحالف الدولي. من جهة أخرى ما قام به الميليشيات اللي متواجدة اللي جاء حضرتها إيران دعمت بها الجيش العربي السوري والقضاء على الجماعات والتجمعات الإرهابية لعب دور كبير. دائما العرب عندما يكيدون للدولة، أنا يا أخي نكونوا واقعيين، لما تكلم عليك الدول العالم وتدفع 150 ألف مقاتل وتسلح وتعطي 200 مليار دولار باش تدمرك وتجد دولة ما تقدم لك هذه، لا تنظر لهذه الدولة تقبل من هذا الدعم والمساعدة. صحيح. ده هذه هي إيران. ها إذا كيف لا تقدمت إيران، كيف اليوم عاد أصبحت دولة فاعلة في العالم العربي تاعنا مثلما تعاملت مع قطر في أزمة قطر ودول الخليج. هذا بما يكيده لنا إخوتنا، نجد دائما طيب. جار من هو يقدم لنا يد المساعدة. دون إطالة أكيد الحديث بقية، ننتقل إلى ملف العدد. صعب صعب الحديث عن السلام اليوم في ظل ما حدث في القدس وفي ظل هذا السجال في الشرق الأوسط وهذا السجال أيضا لدى الخارجية المغربية للأسف. السلام كلمة لها من المعاني الكثير، ولأجلها وفي سبيلها حدث الذي حدث في العالم على مر السنين، وباسم السلام وقعت حروب ومآسي، ولأجلها أيضا سقطت أرواح في كل المعمورة. لذلك ليس سهلا أن تحقق السلام، وليس سهلا أن تنعم بالاستقرار، ونحن في الجزائر نعرف قيمة ذلك. لذلك سارعنا وعبر الأمم المتحدة ونفتخر بذلك إلى إقرار يوم 16 مايو يوما عالميا للعيش بسلام في عالم ما زالت الحروب فيه سيدة الموقف، وما زال السلام شعار لا يطابق واقعا مرا يميز أغلبية بؤر التوتر في العالم. ولكن الجزائر التي احتلت أولى المراتب في البلدان الأكثر أمنا واستقرارا في العالم، هل أدرك مواطنها وقبل ذلك مؤسساتها الاقتصادية وأحزابها والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني قيمة ذلك؟ هل نحن فعلا في مستوى هذا الاستقرار الذي جاء بفضل تضحيات الرجال؟ دكتور سليمان عرش. شكرا أستاذ كريم. في الحقيقة اليوم نحن سنحتفل في 16 من مايو بأحد المحطات المشرقة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، وهو انتصار يضاف إلى انتصارات الدبلوماسية الجزائرية القائم أساسا على يعني مضمون مجتمعي ولا من قائم ولا من منطلقات مجتمعية. قبول الأمم المتحدة في إطار اللائحة 132-72 تبني 16 من مايو يوم دولي للعيش معا بسلام هو رسالة قوية جاءت بها الجزائر في ظل الانخراط الجماعي للمجتمعات في التطرف، في ظل حالة التوتر والاحتقان. جاءت بها الجزائر التي تعرف قيمة السلام. أكيد، لأن الجزائر صنعت السلام وصنعت السلام بمصالحة وطنية ستبقى للتاريخ وسنبقى نفتخر بها على مر أجيال وأجيال. نعم صنعنا السلام في الجزائر ونفتخر به ولم يكن ذلك سهلا، ونقول لكل الرجال دون استثناء الذين ساهموا في استقرار هذا البلد شكرا وألف شكر. لا أحسبكم إلا ممن يتشبثون بالصلح، ويتجندون للسلم ويعملون على إشاعة المحبة والصفح استجابة لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جئتكم والاعتزاز يغمرني، جئتكم الصدق ديداني، جئتكم الإيمان شريعتي، لنعلي معا صرحا في الأرض تباركه السماء وبرا بين الناس له في الملكوت صدى، يدعونا إليه الشرع وتحملنا إليه الرحمة وتأخذنا إليه الحكمة
جئتكم بمشروع للمصالحة والسلم. المصالحة والسلم، لذلك طرحنا ببساطة هذه الإشكالية هنا في الاستوديو. هل دكتور نصر الدين بوسماحة، هل نعي اليوم في الجزائر قيمة هذا الاستقرار وهذا السلم؟ البعض للأسف الشديد حتى على وسائل الإعلام الخبر المتعلق بالدول الأكثر أمنا في العالم مر مرور الكرام، لو تحدثوا عن فساد منظومة، لو تحدثوا عن مراتب متأخرة في الجامعات والتربية لأقام الدنيا البعض ولم يقعدها، ولكن عندما يتعلق الأمر بأننا ضمن الدول السبع الأكبر في العالم من حيث الاستقرار والأمن سكت الأغلبية. شوف، الإجابة بسيطة عندما تقول أولا ما يهمني هو إدراك الشعب الجزائري لقيمة هذه المكاسب، هل هو يدرك معناها؟ الإجابة بسيطة، هي نسبة المشاركة عندما تتذكر حول هذه الاستيفاء كانت قياسية جدا، 97% والموافقون بنعم كانت 98%، إذن هذه كانت أكبر إجابة. المحطة الثانية التي تؤكد ذلك، عندما جاءت موجة الربيع العربي والكثير من الدول شاركت هذه الحراك، نضج الشعب الجزائري لما عاشه في تلك الفترة جعله لا ينساق وراء بعض الأطروحات التخريبية، وبالتالي توقف، والحمد لله تبين بأن ما شهدته بعض الدول وما قام باستغلاله الغرب خلال تلك الفترة أدى إلى الكثير من المآسي التي لحقت بالدول العربية. وبالتالي أن نقول أن الإدراك والوعي موجود، هذه لا يمكن إنكارها أو نفيها. الآن لماذا نجد في بعض الأحيان هناك بعض الأصوات التي تخرج عن الإجماع؟ هذا أمر طبيعي، لا يمكن توقع الإجماع بنسبة 100%، البعض قد يكون عن جهل أو قد يكون عن سوء نوايا يطرح هذه الأمور ولا يريد تسليط الضوء على بعض هذه المكاسب. هناك أجيال لم تعرف الإرهاب. نعم. هناك شباب لم يعرف فترة الإرهاب نصر الدين بوسماحة. يعني وأنت من الذين عايشوا الإرهاب وأنت شاب يعني مقتبل وزلك ما زلت شابا، يعني تذكر عندما كان البعض يعشق بل يحلم بالهنا أو بالسلام؟ طبعا لن أقول ذلك من أجل أن نعود للوراء أو من أجل أن نمن على الناس، لكن أيضا أن تعيش في استقرار، دول في أوروبا لديها عمليات إرهابية مهددة في أي وقت. لا، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم يعيشوا ذلك، ربما قد تجد في عائلته من قتل في تلك المرحلة أو من أصيب، ومن لم يعيش تلك الأحداث قص له والده ذلك، والدته، أخوته، يعني عاين مثل هذه الأمور، ومن لم يشاهده في تلك الفترة يشاهده في بعض الدول الآن. ومن يفتقد إلى تلك النعمة من خلال ما يراه من خلال بعض اللاجئين السوريين على سبيل المثال الذين استضافتهم الجزائر، وما يحكونهم وما يعيشونهم وما يلمسونه من معاناتهم، يحمدون نعمة الأمن التي نعيشها. وبالتالي حتى هذه الفئة من الشباب بنسبة كثيرة فيها من يعي ذلك، من يعي قيمة هذا الأمن الذي نعيشه اليوم و يثمن هذه المكاسب ويتطلع إلى ما هو أفضل. سيد العقيد، الجزائر أدركت قيمة هذا السن بفضل الرجال، فهل أدركها العالم اليوم؟ أقول لك سيدي، دعني في مقدمة أقول كلمة بسيطة جدا وعرفان تحوز في نفسي ويجب أن أقولها، هي ما نجح فيه فخامة رئيس الجمهورية ليس في الوئام فقط، ولكن نجح في ما هو أهم من ذلك، أن الجزائريين تناسوا الأحقاد الماضي. صحيح. وهذا أكبر انتصار حققته الجزائر، وأنا أعي ما أقول لكثير من الشهداء، من العناصر الأفراد اللي كانت تحت قيادتي، من العائلة نتاعي، من أهلي، من أصهاري، كثير من دفعوا دماء نتاعهم، وأنا من دفعوا دماءهم في، نعتز بكم ونفتخر في هذا. ولكن كان صعب، أنا أقول لك يعني باش نوصل الصورة للمشاهد، كان صعب في البداية تقبل المصالحة والعفو، ولكن عندما أنا أحد أشخاص لما سمعت الآية الكريمة وإن جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، نزلت بردا وسلاما عليا، ومن ذلك الحين دخلنا في المصالحة في الوئام، واليوم نعيش في نعمة نحسد عليها من جهة أخرى. مع الأسف أنا أشاطر كرأي القليل من الفاعلين في المجتمع نتاعنا لا يدرك نعمة الأمن والسلام اللي عايشين فيه، وهذا يتجلى في تصرفاتهم سواء في الإدارة سواء في التجارة سواء في ذلك، يعني ما يحبوش يقدموا يد المساعدة باش يشاركوا في الأمن هذا، في سلوكياتهم، في التعامل تاعهم مع المواطن في التجارة أو في الإدارة. في ذلك من جهة أخرى، العالم اليوم في أحوج إلى السلم
والمصالحة، لأنه إن العالم هذا ملتهب اليوم. يعني حتى الحلول، الحلول يجب أن تكون مصالحة. دكتور سليمان عراج، كيف نحافظ على هذا الاستقرار الذي ننعم به ولله الحمد؟ هو إنجاز كبير يجب أن نثمنه، ننعم به من خلال العمل على الحفاظ على المكتسبات، نعمل من خلال الوعي بأهمية ما نحن فيه وما ننعم به من سلم وأمن على الخصوص، لأن الأمن هو كما نقوله بالعامية لهنا هو رأس المال، هو أساس كل شيء. إذا غاب مسألة الأمن فمعضلات كبيرة تجي. وهنا نحب نقول أنه ما قام به السيد الرئيس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصبح اليوم مرجعية دولية. المصالحة اليوم بإعلان الأمم المتحدة 16 مايو يوم عالمي، هو اعتراف من المجموعة الدولية بأن مرجعية المصالحة أصبحت مرجعية دولية، وتقول للشعب الجزائري وتقول للجزائر كلها شعبا وحكومة أن المصالحة والسلام والحوار هما مكونات أساسية من مكونات هوية المجتمع الجزائري. علينا أن نحافظ على هذه المسألة. وما يعني وحبيت أن شكرا، شكرا جزيلا سيمان عراج، شكرا جزيلا سيدي العقيد، شكرا جزيلا نصر الدين بوسماحة للفرقة التقنية للاستوديو رقم واحد بقيادة سهام خرشي. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.